حوالين القدم في دوشة جامدة جدا، فمش عارفين نسمع بس كويس، أو يعني الصوت مش صوته. حاول بس القدم تقعد في مكان يكون هادي من فضلك. جميل 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 يا شعر، حلو جدا. طيب نكتب كلمة جميلة، كلمة جديدة عفوا. نجوم، 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 شين جيم أيوة كده، الجيم نجوم، مشبوك فيها حاجة نعم، الجيم النون والجيم مشبوك فيهم حاجة نو 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 نو، هنا عليها ايه يا شيخ؟ من ضمه مش ايوه يا ايه، انا لسه كلمتنا ماشي حبيبي، انا في انتظارك بس سريعا. احنا لسه عندنا النهارده حاجة جديدة عايزين نكتبها النهارده. انا كتبت النون. ماشي يلا اكتب كلمة النجوم. انا قصدي انك اللي هي النجمة بصي يا شهد، خلصي كله في الاخر زي ما بنعمل، هصحح في الاخر. انا قصدي دي مشبوك فيها حاجة الجيم، نو جو، نجوم، نو واو جوم. واو واو انا مش اتمنى ان انا مش هقول لكم حاجه في الاجابه في الاملاء، وبعد كده هنصحح. نحل، 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 هاي لا مش انت بتعملش ده غلط. نون وحاء ولام يا آدم نون انت شاطر وحاء خالص يا ادم اصلا، ما شاء الله يا حبيبي انت بصي يا شاطر. ادم، بصي يا ادم امشي معايا نون كتبتي النون ماليش دعوة الأول بيك يا فهد، ركزي في نفسك. كلمة ثانية غلط، ثانية، بعدك آسف آدم أنت بتعرف تكلم لوحدك ما كانش حد يعرف معرفش يشوفك اللي قدامك. بعد ايه أنت حقيقي مهما جبت حياء والله. لا طب صح بص بص ركز معايا، صح والله هو بيقول صح يا ميس، بس مش عايز يكتب. اكتب يا حبيبي انت اللي صح. لا انت شاطر يا ادم وبتعرف تكتب كويس جدا. صح لا الحق في وسط الكلمة، الحق في وسط. لا حياء هي حياء. طب اسال ميس حق ولا كده لا. بطلت طيب ان انا اخد اسالها حق ولا جرب. لا، على النور في حق ولا لا، اسالها. مش وبعد النوم في حق. صح، الحاء في وسط الكلمة بتعمل ايه؟ بتفرد دراع واحد ولا بتفرد دراع على الاثنين؟ الحاء انا في وسط الكلمة كتبتها بتعمل ايه؟ نون وحاء ولام ما كده صح يا ريتشارد ايوه يا شيخ، لما تبتدي خلصي في الاخر هنصحها. حاضر حاضر يلا نكتب كلمة نمر. بطاطا وريني يا ادم، بصي يا ادم، الحاء في وسط الكلمه يا ادم يكون شكلها عامل ازاي؟ بصي معايا كده، الحاء في وسط الكلمه بيكون شكلها كده ولا بيكون شكلها كده ولا بيكون شكلها كده؟ ها اي فيهم حياء هختارها في وسط الكلمه، دائرة عليها كده. اعمل دائرة على الحاء في وسط الكلمة يا آدم. أيوة كده، جميل جدا. طيب لما أنا ليه أقول كاتبني؟ نحل، نحل، إيه الحرف اللي هيجي قبل الحاء وبعد الحاء؟ نحل. اتفضل. ممكن تقولي بالروح عشان بالراحة. احنا يا ادم عايزين نكتب كلمة نحل، احنا خدناها اصلا المرة اللي فاتت. طيب عشان نكتب كلمة نحل، انت بتقولي دلوقتي بعد النون ن ن ن، ده صوت ايه؟ حرف الايه؟ ن ن ده حرف النو، نون، ن ن، صح؟ ن ن طب الصوت اللي بعده صوت ايه؟ حاء. لا 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 لا، الصوت اللي بعده حرف ايه؟ لا هناخده النهارده ان شاء الله. يبقى ده شكل صوت كلمة نحل، نحل. بس انا برضو مش فاهم. انت ايه علي صوتك بس؟
علي صوتك يا ابني. بيقول مش فاهم. مش فاهم ايه يا ادم؟ مش عارف تكتب كلمة نحل ولا ايه الصعب؟ انا مش فاهمة. افتح الكاميرا، طب وريني انت كتبت ايه. كتبت ليه محاك؟ نحل؟ لا لا لا. بس في عرض ناقص في الآخر. طيب في كلمة نحل؟ لا 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 لا. ايه هو الحرف الاخير في كلمة نحل؟ لا 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 لا. الصوت ده صوت ايه؟ احنا لام لا النهار. صوت حرف اللام، يبقى نحل. انت كتبتها المرة اللي فاتت يعني لوحدك، يعني انت اصلا ما شاء الله شاطر وبتكتب كل الكلمات لوحدك. بس نسيتها. نسيت ايه بس؟ دي حاجات سهلة خالص، احنا المفروض ما شاء الله متفوق يعني. يلا معلش. عن نفسي محدش بيمنيني الحمد لله. انا مش عارف التشكيل اصلا ايه. ايه؟ انا مش عارف التشكيل ايه. مش عارف تكتب ايه؟ التشكيل نحل يا سيدي. مش مشكلة ما تكتبش في التشكيل، اكتب بس الأول الحروف. نمر. يلا كتبتي نمر يا شهد. يا واحدة. يا سيدي ما الرا ما مارو ما ما تشعر. شوفي اللي انا كتبتها ده صح الاول. بقى على الشاشة بقى كده كله. نحن نجوم ما ثواني. مش نمر، مش نمر، دي كده كاتباها نو ميري. لا هي نمر. نمر ما نمر. ماشي جميل. النون عليها ايه؟ انا بقول نمر ولا ني ولا نا نا. خلينا نقول نمر. نا فتحة مر. صح؟ مش هي فتحة؟ ايوه صح. نمر نمر. كده هتدخل ايه معلوماتي؟ نا مي 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 ميم الميم فتحة. عليها نون. الميم بقى عليها كسرة ولا فتحة ولا ايه؟ نا مير. فتحة فتحة من تحت. نا. ركزي معايا يا شهد، الله يرضى عنك. مي نامي. الميم كسرة ولا فتحة يا شهد؟ أنا بقول نا ما فتحة ولا مي مي مي. ركزي ركزي ركزي. مي مي. برضو فتحة. كسرة. أنا بقول كسرة. مي 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 مي. يبقى كده ايه؟ فتحة كسرة اللي هي كده كسرة. يبقى كده ايوه، يبقى مي مي مي. يلا اللي هي كده كده أنا كتبتها من تحت. ماشي. نجوم، احنا قلنا نور. نجوم نجوم. ما 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 ما. أنا كتبتها طيب يلا يا آدم خلاص. لسه يلا يا نجوم. حبيبي. مفيش نون صح؟ مع الجيم. يعني مش نوم في كلمة نجوم ازاي؟ صح. نون وجيم وجيم وواو. احنا بنقول النهارده هنتكهد ان شاء الله من اول السيشن، بنقول هنتملى كلمات حرف النون. يلا عشان النهارده عندنا حرف جديد. اللام. يلا يا شهد كده، عايزاكي تكتبي لي، اكتبي نون فتحة ونون كسرة ونون ضمة جنب بعض كده. نون فتحة ايه يا شهد؟ نون فتحة ايه؟ ايه ولا نا؟ ني جميل. نون كسرة. ني نون ضمة.
نا نون ضمة. ركزي يا شهر. يا شهد خدنا النون كتير الأسبوع اللي فات. ركزي. نون فتحة شهد. ممكن تركزي معايا؟ بصي يا شهد، نون فتحة دي حركة ايه؟ لا. طيب نون كسرة ني ني ني. بصي معايا يا شهد يا بابا على الشاشة. نون ضمة. نون ضمة. لا نون اسمعني نون فتحة. لا لا نون كسرة. لا ني نون كسرني خلاص يا آدم. لسه يا آدم مس هي كلمة ايه؟ كنا بنكتب كلمة نجوم. نجوم. تبقى كده شاد على ما ادم يكتب كلمة نجوم على السيشن كده. مش باين عندك يا شاد؟ ده حرف ايه يا شهد؟ النون النون. الولد الجميل اللي قبل لابس اصفر ده عامل حركة ايه؟ لا افتحي بقك زيه وسيبي القلم سيبي القلم وسيبي اوكي القلم والدفتر خالص. سيبي القلم. مش زي كلمة نحل. مش نعم يا ادم سامعاك. زي كلمة نحل. ازاي هنكتب كلمة نحل؟ يا آدم انت مش عارف تكتب كلمة نحل؟ نعمل كتابة بس ارفع دفترك كده يا آدم، ارفع دفترك للشاشة. انا عاملها. ايوه انا عاملها. طيب ما انت هتكتب انا كويسة. كلمة نحل بس زي كلمة نحل عليها فتحة. نو 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 عليها فتحة ولا كسرة ولا ضمة؟ أنا مش قصدي على النجوم. ما تقصد على كلمة ايه؟ نحل عليها فتحة. ايوه صح. طب ما صح، برافو عليك. طيب طيب خلصت النجوم. ده نو جو جو نجوم نجوم. يلا يا شهد ركزي معايا على الشاشة حبيبتي. بصي ركزي معايا كده، الولد عامل حركة ايه يا شهد؟ ناء. لا عامل حركة الفتحة. نا فتحة نا. يلا قولي معايا نا فتحة نا. لا فتحة لا نا كسراني. كسراني نا لا كسراني. يا بنتي سيبي القلم سيبي القلم حاضر سيبي القلم طول اوكي الحصة اقولك سيبي انا القلم. لازم انا عايزاكي تكتبي بصي ولا مش حاجة. عايزاكي تكتبي على فكرة، اهم حاجة ان انت تفهمي وان انت تبقي مركزة معايا في السيشن. كل ما تركزي معايا في السيشن هتقدري تكتبي بعدين. تمام. انا كسراني نا كسراني. احنا الاسبوع اللي فات كله في حرف النون. نا ضم النون. نا نا ضم النون. دمينو نو وريني كده شفايفك بتتضم ازاي. نو نا دمانو نو. يبقى دي اسمها نو حركة الضم. بصي كأني بضم شفايفي. نو نو نو. نو طيب نا ساكن. نا
ناس ساكن ن ن احنا قلنا حرف الساكن ناس حرف ضمير ساكن ن والباقي ناس بس يقدر ساكن ن يتكلم خالص خالص. جميل. في يبقى احنا أوقات بنقول ما بيتكلمش. يبقى ن احنا بنقول فتحة ن ن كسرة ني ايوه ن نام ضمة نون نام ساكن ني ني نق 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 والنق مش قادر يتكلم، مش قادر صوته يطلع لانه ساكن وضعيف. اتكلمنا المره اللي فاتت عن حرف الساكن كمان. يلا يا ادم خلصت؟ يلا بقى دلوقتي مع بعض عشان نشوف الحرف بتاعنا اللي هناخده النهارده. يقول لي مين يقول لي اسمها ايه دي؟ إيه طيب لا ممكن طب ركزي بس الله يرضى عنك، سيبي القلم خالص، سيبي القلم خالص، سيبي القلم يا ادم، ظهرك لورا، ظهرك لورا، نفس عميق كده ونركز بقى على الشاشه. طيب ده دي حاجه لونها ابيض بناكلها ومفيده جدا وبيكون عندها نقطه سوداء، مين عارف الاكله دي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ أكلة كده مصرية مشهورة جدا فيها نقطة سودة وكمان طعمها ايوه لونها أبيض في أسود، اسمها لوبيا. اسمها ايه؟ لوبيا لوبيا اللوبيا كده. طيب حاجة بنجيبها من البقر أو الجاموس، تمام؟ أكلها مفيد جدا. حليب 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 ماشي. آه لحم 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 لحم. طيب لوني اصفر وطعمي لذيذ مليانه فيتامينات سي، ما بيكون عندنا برد بناخده وبنشربه، اسمه ايه؟ ليمون ليمون. يبقى احنا اللوبيا لحم ليمون. يبقى احنا النهارده هنتكلم عن صديقنا اسمه ايه؟ بطل اليوم. اللام لا لا لام. طيب حرف اللام لما بيجي يمشي اصحابي بيعمل صوت لا لا لا. يلا نقلد كلنا صوت حرف اللام. لا 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 لا. طيب يا ترى انت فين حرف اللام في وسط الحروف الهجائية؟ هو ده بطل اليوم. طيب تعالوا نشوف كده يا ترى هو فين في وسط الحروف الهجائية دي. يلا يا آدم تقدر تقول لي فين حرف اللام في وسط الحروف دي كلها؟ يلا يا آدم. جميل جدا. لا لا لا. يبقى ده صوت حرف اللام. طب ما تيجوا كده نقرا مع بعض قصه حرف اللام ونفكر مع بعض على كلمات جديده وندور على كلمات جديده لحرف اللام. اوكي تعالوا نسمع قصه. ايه ذهبت ليلى مع والدتها الى النادي. طلبت ليلى كوب لبن مثلج، وطلبت والدتها كوب ليمون. قالت الوالدة اللبن مفيد ولذيذ. طيب يا ترى ايه كلمات حرف اللام اللي ظهرت في قصة اليوم؟ يا ترى البنت دي كانت اسمها ايه لو نفتكر؟ ليلى ليلى البنت دي اسمها لا لا ليلى. ليلى طيب ليلى شربت ايه؟ حليب ده مش حليب، ده حليب لبن. لبن. لبن النهارده بناخد حرف اللام فهنقول عليه لبن. لا لا لبن. لبن طيب ليمون مامتها ليمون ليمون. طيب مين يفكر او يقدر يجيب لي كلمات جديده بحرف اللام؟ تعالوا نفكر كده في كلمات جديده بحرف اللام. لؤلؤ. يلا يا ادم عايزاك تفكر كده. لا لا لؤلؤة. جميل. يلا عايزين نفكر كلمات جديدة بحرف اللام. لوز. لون. برافو. ايه كمان؟ أنا قلت لوز. برافو صح احسنت. طيب عايزين كلمات جديدة بحرف اللام. لا لا. كلب 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 في وسطها حرف اللام، في وسط الكلمة حرف اللام. لام كلب. طيب في ايه تاني يبدأ بحرف اللام؟ يبدأ بحرف اللام او يكون ماشي نجيب كلمة يكون فيها حرف اللام. ها ولد ولد ولد. ولد اللام في وسط الكلمة. جميل. في
في ايه كمان كلمات تانية تبدأ بحرف اللام؟ لحم لحم، لوبيا، ليمون، ليلى، لبن، كل دي كلمات تبدأ بحرف اللام. طيب تعالوا كده نسمع الأنشودة دي كويس قوي، عشان عايزين محتاجين قوي يا شهد نفهم كلمات أو حروف، أقصد حركات حرف اللام. ركزي كده عشان انتي بتراغوطي قوي في الحركات، وسيبي الكتاب بالله عليكي، سيبي الكتاب ممكن، عشان انتي طول اليوم طول السيشن بتبقي ماسكه القلم وعماله تفري في الكتاب. انا مش عايزاكي تمسكي الكتاب خالص، ارمي الكتاب، وانا لما اجي اقول لك هنمسك الكتاب هقول لك ركزي بقى. دان 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 دان، فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشد ونغني أحلى الألحان. هيا نقرأ بالعربية والكل حروف ذهبية، حرفا نقرأ حرفا نكتب ونلون حرفا فنان. دان 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 دان، فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشد ونغني أحلى الألحان. اللام مع الفتحة لا. أنا عايزة نعمل مع الأنشودة الحركات، وإحنا هي وهو دان دان شغال، إحنا بنعمل حركات عشان تثبت في دماغنا. لا 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 لا، اللام اللام مع الضمة لو 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 لو، اللام مع الكسرة لي 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 لي، واللام مع الساكن لا 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 لا. اللام المفتوحة لبؤة لا 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 لبؤة، اللام المضمومة لعبة لو 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 لعبة، اللام المكسورة لباس لي 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 لباس، اللام الساكنة قلب لا 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 قلب قلب. دان 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 دان، فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشكو ونغني أحلى الألحان. للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. طيب تاني، عايزين نسمعها تاني ونقول معاها حركات يأكد من قبل. دان 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 دان، فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشد ونغني أحلى الألحان. هيا نقرأ بالعربي والكل حروف ذهبية، حرفا نقرأ حرفا نكتب ونلون حرفا فنان. دان 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 دان، فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشد ونغني أحلى الألحان. اللام مع الفتحة لا 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 لا، اللام مع الضمة لو 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 لو، اللام مع الكسرة لي 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 لي، واللام مع الساكن لا 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 لا. اللام المفتوحة لبؤة لا 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 لبؤة، اللام المضمومة لعبة لو 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 لعبة، اللام المكسورة لباس لي 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 لباس، اللام الساكنة قلب لا 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 قلب قلب. دان 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 دان، فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشكو ونغني أحلى الألحان. للغة العربية نشكو ونغني أحلى الألحان. الولد ده عامل حركة الإيه؟ فتحة فتحة فتحة، افتح بقه. طيب الولد ده عامل حركة الإيه؟ لو 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 لو. طيب الولد ده عامل حركة الإيه؟ الإيه؟ كسر كسر كسر. طيب تعالوا نشوف كده زي لا 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 لحم لحم لا لا لحم، أكيد كلنا بناكل لحم. طيب لؤلؤ لولو لؤلؤ. طب تعرف اللؤلؤ ده بنجيبه منين؟ من البحر. صح، برافو.
لو 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 لو. طيب لام كسرة لي، لام كسرة لي لسان لسان. تعال لسان لسان نشوف. طيب لام فتحة لا، لام لام كسرة لام لي دمله. طيب لو الولد الأخير لابس أحمر ده اسمه لي إيه؟ لي 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 أحمد. ليه ليه اسمه ايه؟ ليه 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 اسمه ليه ساكن، عارف فون ساكن. إيه؟ احنا قلنا دايما ان هو بيبقى ساكن مش قادر يتكلم لانه حرف ضعيف، والحرف الضعيف ما بيكونش ليه صوت زي الولد ده كده صامت. ليه ليه مش قادر يتكلم. طيب لا لا لبن، لي لسان، لبن لولو لسان لعبة، قلب قلب. فين حرف الساكن هنا يا آدم في كلمة قلب؟ قلب فين الحرف الساكن في كلمة قلب؟ قلب فين الحرف الساكن؟ حرف الحرف ساكن اللي عليه دائرة صغيرة ويكون ساكن مش قادر يتكلم، فين بقى؟ شاطر، برافو عليك، أحسن، جميل جدا. طيب تعالوا كده نتعلم مع بعض كيفية كتابة حرف اللام. السلام عليكم أصدقائي، هذه هي حروفنا العربية وعددها 28 حرفا. سوف نتعرف اليوم على طريقة كتابة. نعم يا آدم، الزهرة ما كانت الزهرة. طب كده زهرة. الشاشة كانت مش زهرة، طيب يلا معا. كانت زهرة. السلام عليكم أصدقائي، هذه هي حروفنا العربية وعددها 28 حرفاً. سوف نتعرف اليوم على طريقة كتابة حرف اللام. نكتب حرف اللام بثلاثة طرق. هكذا نكتب حرف اللام في أول الكلمة، وهكذا نكتب حرف اللام في وسط الكلمة، وهكذا نكتب حرف اللام في آخر الكلمة. هيا نتعرف الآن على كلمات تبدأ بحرف اللام. ليمون، ليمون. لسان، لسان. لسان. لحم، لحم. لحم، لحم. هيا نتعرف الآن على كلمات في وسطها حرف اللام. كلب، كلب. 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 مثلث، مثلث. مثلث. علم، علم. علم. هيا نتعرف الآن على كلمات تنتهي بحرف اللام. جمل، جمل. 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 بصل، بصل. بصل. جبل، جبل. جبل. حان دوركم الآن. ما هي يلا يا شهد، ايه هي الكلمة اللي أولها حرف اللام؟ علم ولا ليمون ولا جبل؟ أولها ليمون. أيوة كده، كلمة التي تبدأ بحرف اللام. ليمون. أحسنتم، ليمون. ما هي الكلمة؟ يلا يا قدومة، ما هي الكلمة التي في وسطها حرف اللام؟ جمل ولا لحم ولا مثلث؟ مثلث. ايوه كده يا بطل، احسنت.
التي في وسطها حرف اللام؟ مثلث. ممتاز، مثلث. ما هي الكلمة؟ يلا يا شهد، ما هي الكلمة التي في آخرها حرف اللام؟ بصل ولا لسان ولا كلب؟ لسان. آخرها حرف اللام، يعني آخر صوت في الكلمة بنطقه هو حرف اللام. بصل ولا لسان؟ بصل. أيوة كده. أحسنتم، بصل. أحسنتم أصدقائي، لقد تعرفنا اليوم على طريقة كتابة حرف اللام. تعالوا يلا نكتب بقى مع بعض حرف اللام. يبقى احنا كده دلوقتي بس هندخل على هنخرج على الفيلم وندخل تاني عشان باقي 5 دقايق، فندخل وندخل تاني على نفس اللينك ونجهز معانا، واحنا بندخل على اللينك الدفتر والقلم بتاعنا بقى عشان نكتب حرف اللام ونتعلم كيفية كتابة حرف اللام. يلا بسرعة مستنيكم.